من جهته قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن بعض المرجفين وأعداء الحق أرادوا توسيع الفجوة بين الشعب والسلطة في الوقت الراهن الصعب الذي تمر به البلاد، محذرا من سيناريوهات غامضة ومرعبة قد تجر العراق إلى المجهول. وأضاف الحلبوسي في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء أن مسيرة الإصلاح في العراق تلكأت مرة بعد مرة رغم مطالبات الشعب المشروعة بالتغيير والإصلاح من خلال انتخابات مبكرة.